وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أهل العلم بالتفسير: هذه الآية نزلت في المنافقين، إذا جاءهم خبر، أي خبر ما يتوثقون بصحته من عدم صحته، مباشرة أنشر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به حديثا لأنها الوسيلة المتاحة عندهم. فهل يشبههم من إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اليوم نشروه في الوسائل المعاصرة؟ نعم يشبههم، ليست خصلة أهل الإيمان، هذه خصلة أهل النفاق، كل واحد له منها بقدر ما يستأنس لهذا الأمر، بلغني كذا، صار كذا، وهو ما صار أو لا يدري، بلغه إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وفي لفظ الإذاعة قصد إيش؟ قصد النشر الكبير، أن ينتشر في الناس. لماذا؟ لأنه سيؤول إلى تخويفهم أو إلى تأمينهم، والمؤمن يجب عليه أن يكون مفتاحا للخير، إذا جاء شيء يسر يطمئن الناس فطيب انشره في الناس، لكن إذا جاء شيء يخوف الناس أو يقنطهم أو يحبطهم فلا يجوز أن تنشره، مع أن المطلوب في كلا الحالين أن تتثبت وأن ترده إلى الرسول في حياته أو إلى أولي الأمر في حياته بعيدا عنه من أمراء السرايا ونحو ذلك، أو إلى أولي الأمر في بعده صلى الله عليه وسلم. وهنا الواجب امتلاك اللسان، فكثير من المخاوف أحدثها لسان، وكثير من المآمن والأمن جاءت من كلام لسان، فلذلك ما أعظم أثر اللسان، واليوم اليد وحركة اليد في الأجهزة ما أعظمها في بث الأمن الذي جعله الله جعل نعمة وجعل سلبه نقمة وعذاب وكفر، يعني جعل من كفر بنعمة الأمن سلبا له وكفر بنعمة الله جل وعلا. والخوف يفيض الله جل وعلا على من سلب منه الأمن ضده، لذلك لا نستغرب اليوم الناس يخافون. إذا ربط المؤمن بجميع ما يحدث اليوم في الدنيا يجد أن المخاوف زادت، لأن الطمأنينة إلى شرع الله نقصت، وهما أمران متلازمان. الذنوب لها شأن، لكن الطمأنينة إلى الدين والشرع والاعتقاد والتوحيد وما كان عليه أئمة الإسلام، اليوم فيه ناس يتنكرون للدين، يعتبرونه أساس بلاء على الناس وأن الناس تعيش في غير ذلك. الدنيا يصلحها العدل، دنيا الناس، لكن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان، القلب لا يطمئن إلا بالإيمان. لكن حياة الناس نعم يصلحها العدل، ويطمئنون في نظرتهم لبعضهم بالعدل، لكن النفس لا تطمئن إلا بالإيمان. ولهذا يجب علينا أن نعلم أن ما جاءنا من الخوف هو بذنب عملناه، وما أنعم الله جل وعلا علينا به من أمن فهو نعمة يجب علينا أن نشكرها بالمحافظة عليها.
لأن حقيقة إصلاح الأرض هو بالدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.